السماء علمتك جنات المأوى أسكنتك سجد لك الملك الأبرار إبليس عدوك نبهتك أغراك حتى أخرجتك استكبر أقسم أن يسلو كل أبنائك في النار الشيطان لا يغوينا وكتاب الله بأيدينا ورسول الله ناجينا يفهمنا هذه الأسرار إن أخطأنا أو نسينا أغفر خير الأنوار أنوار أحمد خير الأنوار أنوار أحمد خير الأنوار صلوا عليه يا حضار صلوا عليه صلوا عليه جملة بإثبات أحمد محمد باهي الصفات صلوا عليه جملة بإثبات أحمد محمد باهي الصفات هو المشفع يوم الميقات هو المشفع يوم الميقات يوم لا ينفع مال ولا جاه صلوا عليه صلوا عليه يا حاضرين أحمد محمد ضاوي الجبين صلوا عليه يا حاضرين أحمد محمد ضاوي الجبين هو المشفع في يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا جاه صلوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلاتي وسلامي على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا وقدوتنا محمد خاتم النبيين وعلى آبائه آدم ونوح وإبراهيم وعلى جميع المرسلين وعلى عباد الله الصالحين. الفصل الأخير مع آدم عليه السلام كان مع خلق نسمات وأرواح كل أبناء آدم إلى يوم القيامة، خلقهم الله عز وجل في عالم اسمه عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قلنا وقتها قلنا بلى يا ربنا شهدنا أنك إلهنا خالقنا وأنه لا إله غيرك وأنا سنعبدك في الأرض فأعنا على ذلك يا رب العالمين. الحلقة اللي فاتت ممكن غفلنا عن إبليس وتحدثناش عليه، في الحلقة التي قبلها لا ندري ماذا فعل إبليس حين خلق الله نسمات آدم عليه السلام، ولكنه خاسي لم يعد قدره مهما تعالى وتكبر، فقد رفض رفض قاطع لأمر الله عز وجل حين قال له أسجد لآدم. الآن آدم عليه السلام يعرف عدوه، يعرف شكون إبليس، يعرف الملائكة ويسكن في الجنة، قال الله عز وجل أسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا موضوع حلقتنا اليوم. سيدنا آدم وحيد جنسه، ايش معناها؟ معناها ما ثم إلا واحد برك مثله، الملائكة عديدون وشفناهم، الجان كما قلنا ربي خلق الجن قبل خلق الإنس بألفي عام وأسكنهم في الأرض كما قلنا في الحلقات الأولى، أما آدم فهو وحيد جنسه، تقول الآثار أنه استوحش فأراد الله عز وجل أن يؤنسه. كيف سيأنس آدم؟ سيخلق له زوجا وهي حواء. كيف ستكون حياة آدم في الجنة مع حواء؟ هذا ما سنراه اليوم صحبة الشيخ إسماعيل في الابتهال والترتيل. إن أخطأنا أو نسينا
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. خلقنا الله من نفس واحدة، من أصلنا واحد فقط هو سيدنا آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. إذن كيف خلق الله زوج آدم؟ خلقه منه هو، خلقه قطعة منه. يفسر لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: إن الله عز وجل انتزع ضلعا من صدر آدم ثم لأم مكانه، وربي على كل شيء قدير، من بعد لحمة المكان هذاك، فخلق من هذا الضلع حواء. والله سبحانه هو الخلاق العليم، يخلق ما يشاء ويختار. ربي سبحانه خلق عيسى عليه السلام كيفاش؟ خلقه من مريم دون أن يكون له أب. اللي يستغرب كيفاش ربي خلق من مريم ولدها بلاش ما تكون عندها أب، مرة قلت عندها زوج، بطبيعة برشا يجيبوا بلاش ما يكون عندهم زوج في علاقات غير شرعية حرام. لا، مريم العذراء البتول عليها السلام أنجبت دون حاجة إلى ذكر. ربي سبحانه يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كانت تستغربوا كيفاش ربي خلق من مريم ابنا دون أن يكون له أب، فخلق آدم دون أب ولا أم. شوفوا قدرة ربي سبحانه. وكذلك الآن سيخلق الله عز وجل حواء من رجل دون أنثى، تخلق من سيدنا آدم عليه السلام. إذن انتبه آدم عليه السلام فوجد خلقا سويا آخر يشبهه بالطبيعة في شكل آدمي، فقيل أنها أجمل نساء العالم الساعة، أجمل نساء، ملكة جمال العالم، ولكن ملكة جمال مع الحياة والستر بالطبيعة كما سنبين في صحبتنا لآدم عليه السلام في الحلقات القادمة. سأل آدم حواء: من أنت؟ بالطبيعة إنسان في الجنة وشاف امرأة، قال: من أنت؟ قالت: امرأة. قال: لما خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. والدليل في آية قرأها أخونا إسماعيل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ليسكن، لام التعليل، خلق ربي حواء حتى يسكن إليها آدم عليه السلام، خلقها من نفس جنسه. سألت الملائكة آدم عليه السلام: من هذه؟ سيدنا آدم قلنا علم ربي الأسماء، علم كل شيء. قال: حواء. علم ربي له اسمها حواء. قيل: لماذا سميتها حواء؟ قال: لأنها خلقت من عضو حي. هو اللي يخلق من حي يسمى حية، ولكن ما سماهاش حية لأن حية تشبه الثعبان، فقال هي حواء. في العربية حواء التي في وجهها سمرة مشبعة بحمرة. الملائكة سألت آدم عليه السلام: أتحبها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحواء: أتحبينه يا حواء؟ قالت: لا، وفي قلبها أضعاف مما في قلبه من حبها. سبحان الله، دروس من الأول مرة. حواء قالت: لا، ما نحبوش. هذا في بعض التفسير موجود فيه إيحاء أن حواء كانت حيية تحشم، هكذا يجب أن تكون الفتاة حتى تبقى عزيزة، بقدر ما تمتنع عن تعبير عن عواطفها، خاصة عواطف متاع توا اللي بكلها عواطف خداعة متاع فيسبوك، وتجي البنية تقول عندي امتي سنتيمون، عندي محبة، عندي حب، وهي تكشف هذه الأمور للرجل، فبقدر ما تبوح هي بمشاعرها للرجل بقدر ما هو يظنها سهلة المنال، وما يفكرش أنها باش تكون زوجة وأم لبنيه، بل باش يعدي بها وقيد. فمش كل شعور يجيك تكشفينه، بل بالعكس، شد روحك، شوف أمك حواء كيفاش رسينة، وبرسالة نتاعك هذيك هي باش تضمني إن شاء الله أنك تختاري الإنسان اللي ينوي بيك حاجة حسنة. شاء الله عز وجل أن يخلق لآدم زوجه، أي ما يكمله حتى يصبح زوجين. في العربية ما نقولوش شفت زوج حمام، معناها لا، قولوا زوجي حمام. في الفرنسية نقولوا أن كوبل، مش دو كوبل، أن كوبل معناها اثنين. في العربية وقت تقولوا زوج معناها واحد، تقولوا زوجان معناها اثنين. والآية
العظيمة أن رب سبحانه خلق من الزوجين الذكر والأنثى. إذن مش رجل مع رجل، لا، رجل مع امرأة. يقرأنا أخونا إسماعيل فيها معجزة الخلق، حكيناها في أول ما خلق الله عز وجل في الحلقة الأولى. تفضل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى إنه على كل شيء قدير. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة. كل إنسان فينا كان علقة، كما لالق علقة في بطن أمه، في رحم أمه. رب سبحانه قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وكأنها فيها السر هذا تاع كروموزوم الأنثى اللي قلنا فيه إكس إكس، وكروموزوم الرجل فيه إكس وإجريك. فرب سبحانه من تلك العلقة يخلق ذكرا أو أنثى. قلنا في حلقة بشرا من طين إن الرجل يحمل في كل خلية من خلاياه كروموزوم إكس أنثوي، أما المرأة فلا تحمل في خلاياها كروموزوم ذكري اللي هو إجريك. ولله في خلقه شؤون، وليس الذكر كالأنثى، وحكمة بالغة أدركها من أدركها وغفل عنها من غفلها. علاش الراجل في كل خلية عندك كروموزوم تاع امرأة بينما المرأة لا؟ وكأن هذا دليل أن المرأة خلقت من الرجل، الإكس هذاك أخذته من عند الراجل وقت اللي ربي نحى ضلع من عند سيدنا آدم عليه السلام. الآن حواء يسكن إليها آدم في جنة الخلد، وهم مع بعضهم خلق منها زوجها ليسكن إليها، نفس العبارة في الأرض. علاش قلنا قصة سيدنا آدم عليه السلام؟ علاش جبناها في رمضان هذا؟ على خاطرها تعاد لكل إنسان على الأرض. كلمة يسكن إليها موجودة أيضا في سورة الروم، يقرأها لنا أخونا إسماعيل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن خلق الله عز وجل لكل إنسان في الأرض زوجه ليسكن إليها. إيش معنى يسكن إليها؟ عكس الاضطراب، عكس الضجيج، عكس الحركة، هذه كله سكون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، دارك بيسترتاح فيها. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ما عادش تتحركوا وتخرجوا وتجيوا وكذا، راحة والنوم. شاء الله سبحانه ألا تكون علاقة الرجل مع المرأة مثل سائر الحيوانات للتناسل، هكذا حيوانات متعدية تقابلت مع بعضها وأنجبت الأنثى. أبدا، ما هوش الغاية هو إنجاب النسل فقط، بل ميثاق غليظ، عهد بالمودة والرحمة. العهد هذا لا يفرقه إلا الموت، حتى يعودوا من بعد ويلتقوا في جنة الخلد. قصة آدم عليه السلام تعاد لنا أيضا، تعيش أنت وزوجتك ثم من بعد تلتقون في الجنة كما سيدنا آدم يلتقي بحواء مرة أخرى في الجنة. هدف الشاب بعد الوظيفة والعمل أن يتزوج، ومن تزوج فقد ملك نصف دينه. يزم يخمم فيها. أنا أرى ناس هكا كبروا شوية قلوا خممت، قلت لي خمم بعد 3 سنين، خمم توا باش تتزوج بعد 3 سنين. وزيد ربي سبحانه يشوف النية نتاعك، انوي توا ربي سهلك لأنه نصف الدين. الزواج سنة الله عز وجل في خلقه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعدي فترة من شبابك وأنت تبحث عن نصفك الآخر، هك الإكس قلنا عليها الموجودة في الخلية نتاعك، تقول زعما شكون الإكس، شكون باش تكون زوجتي، حتى توافق الإكس اللي عندي، حتى توافق أنا رغباتي وميولاتي. ومن شروط الزواج أن يكون ثم تكافؤ بينهما. قد يعرف الإنسان في حياته أصدقاء كثيرين، قد يرسو على صديق واحد طول العمر، ولكن ساعات كل مرحلة والصديق متاحها، ولكن الزوجة تبقى معاك بفضل الله. كيفاش ينجم إنساني مع امرأة 50 عام و60 عام؟ كيفاش نجم امرأة مع رجل 60 و70 عام؟ ربي سبحانه جعل بينكم مودة ورحمة رغم الاختلافات والخصومات، آية الله عز وجل من آياته كما قلت، ومن آياته أن جعل بيننا مودة ورحمة. يعيش الزوجان فترة خطوبة ثم حياة زوجية، ولعل الله يرزقهم أبناء.
فيعيشون هذه التجربة وهي ولادة. تنشوف سيدنا آدم نفس الشيء، بش يكون عنده أولاد، ثم ينغمسان في رسالة كبرى وهي تنشئة هؤلاء الأبناء، استخلاف، أنت خليفة على أبنائك في دينهم. قبلت صديق قال لي عندي 3 أولاد خسرتهم. قلت ليش خسرتهم؟ لماذا تقول خسرتهم؟ قال لي راهو لا صلاة ولا دين ولا تقوى، كل واحد راهو في مكان. بالفعل هو كان تواصل هكا، هو ذاك هو الخسران الكبير، أن يخسر الإنسان أبنائه يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بارك الله فيك إسماعيل. فبالفعل، ولكن قلت له إن شاء الله ادعي لهم تو ربي إن شاء الله يرجعهم لك. هذه رسالتك الكبرى. ويمر الزوجان بفترات ضيق مالي، ممكن بناء منزل، أزمات، مشاكل لابد منها، حلو مر حتى يوفى العمر. وما أجمل أن تجتمع الأسرة في عبادة كما في شهر رمضان، رب جعلنا هذه العبادة حتى نجتمع كلنا في عبادة واحدة، وماذا بينا حتى الصلاة والذكر وقراءة القرآن باش تكون نتم النعمة تاع الإسلام الحقيقية. وكذلك آدم عليه السلام سيعيش مع حواء في الجنة ما شاء الله، يعيش فترة قيل 40 عام، ثم تكون لهم قصة كبرى مع امتحان في الجنة، ثم يخرجان من الجنة سويا. شوفوا شنية القيمة متاع الزوجة، تعيش معك فترات حياتك كل، ثم ينزلان إلى الأرض سويا، وفي الأرض ينجبان الأبناء، وبش تكون لهم تجربة قاسية تنشفوها مع بعضنا، وفي الأخير يموت سيدنا آدم عليه السلام وتبقى زوجته من بعد وتتوفى حواء أيضا. هذه هي الحياة اللي تحب يتأملها، تحب يشوفها على حقيقتها. شوف جدك وجدتك وبو جدك وبو جدتك وينهم؟ هو مات الأول خلطت هي عليه، مات الجد الأول خلطت هي خلطته عليها. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فأنت مجزي عنه. الآن سيأتي إذن من عند ربي سبحانه وتعالى إلى آدم ليسكن في الجنة، نسمعه بصوت خونا إسماعيل. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هنا ربي سبحانه أعطى لسيدنا آدم إذن بالسكن في الجنة وكأنها سكن وقتي. آدم عليه السلام خلق أساسا ليكون خليفة في الأرض، شفناها هذه في الحلقة اللي سميناها جاعل في الأرض خليفة. إذن مأذون له أن يسكن في الجنة في نعيم وطيب. في سورة طه يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تظمأ يعني تعطش، تضحى تطلع عليك الشمس. حقوقك، إن لك منها من حقك ألا تشعر في الجنة بالجوع ولا تعرى، إذن العرى حاجة خايبة، ولا تعرى ولا تبلى ثيابك ولا تظمأ، أي لا تشعر بالظماء ولا تشعر بحر الشمس. وهذا ما يرجح بعض العلماء، يقول إذن هي جنة الخلد. وقت قال لإبليس ما يكون لك أن تتكبر فيها، إذن قالوا هذه جنة الخلد، ما هي جنة أخرى كما بعض الآراء. الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كلا من حيث شئتما. ونستخلص أمرين من آية وصف الجنة. الأول شوفوا للحكمة مع سيدنا آدم عليه السلام. الخليفة في الأرض يلزم يوفر الأربع حاجات هذوما: ألا يجوع الناس اللي استخلفوه، ولا يعرى، ولا يظمأ، ولا يضحى. يعني أنه من مسؤوليتك يا خليفة الله في الأرض أن توفر الطعام والشراب للجميع، وتوفر اللباس والمسكن الذي يقيك الضحى وحر الشمس والبرد، ولا تعرى. والخليفة يلزم ما يخليش الناس تعرى. شوف سبحان الله، معناها العراء منقصة ومذمة. وحول هذا سيكون لآدم درس كبير. وأول الأوامر وقت سيدنا آدم هبط للأرض، أول أوامر انتبهوا لهذه في الحلقات القادمة. والآن يبدأ الامتحان. أول ما رفض إبليس السجود لآدم جاءه بلاغ رباني عند الله عز وجل، يقول له كل الجنة الكل إلا حاجة واحدة يقرأها نقول إسماعيل، ركز عليها، اسمع الترتيل، افهم ماذا طلب من آدم عليه السلام وعما نهي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله عز وجل طلب من آدم، أعطاه أوامر، هي يسموها أوامر للندب للإباحة، قال له كل منين تحب، وأعطاه نهي، قالوا لا تقرب هذه الشجرة، وأعطاه توصيف، قالوا لو كان
تقرب الشجرة هذه راك تولي ظالم. ننتبهوا، إذا ربي يعطي أوامر ويعطي نواهي، وهو سيدنا آدم عليه السلام حتى هو غادي عنده هذه الأوامر وهذه النواهي، لا تقرب هذه الشجرة. النهي واضح والتغليظ واضح، والتوصيف أنك تصبح ظالما. وصلنا أخويا إسماعيل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذا هنا كما في جنريك البرنامج وقت قلنا إبليس وعدوك نبهتك، فربي نبه آدم قال رد بالك إبليس ريتك المسجد لكش، هذاك راهو العدو متاعك، وراهو كان تبعه راك تخرج من الجنة وقتها يولي الشقاء، ويولي لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقتها يولي في الأرض الضحى والشمس والتعب والعرق وقلة الأكل، وتولي تيزمك تجري على الماكلة، ويولي عذاب في عذاب، وذيك خلق الإنسان في الأرض راهو كد وكبد. وإنك إن خرجت من الجنة فسوف تلقى عكس ما عندك فيها من ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. إذا الشجرة اللي نهاها ربي عليها قالوا ما تاكلش من الشجرة هذه، شنو هي زعم؟ بطبيعة الكتب نتاع القدامى يقولوا راهو شجرة كذا، ما نحبش نسميها حتى يسمعنيش واحد يقول لي هي شجرة، لا ما سماهاش ربي سبحانه، فاحنا ما نسميوهاش. ربما هي شجرة واحدة وربما هي نوع من الشجر، قالوا هذه رد بالك منها. ربي يحذر في سيدنا آدم، راهو هنا في الجنة يقول قائل كل شيء مباح، علاش الشجرة هذيك ممنوعة؟ لأن آدم خلق ليعيش في الأرض، وفي الأرض ثم حاجات ممنوعة، ما ينجمش ياكل كل شيء، وربي راهو ما يمنع الا حاجه مضره، يستحيل باش يمنع لك حاجه هكذا. ربي حرم اشياء وتو يشوف علاش ربي حرمها. يقرأ هنا اخونا اسماعيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الحمد لله رب العالمين أن أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. راه مش مسألة النفع والضر، واحد يجي يقول نلعب الميسر باش نربح أو ينفعني، لا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أباح لنا الله عز وجل الطيب وحرم علينا الخبيث. أحل لنا ربنا سبحانه كل الأطعمة إلا لحم الخنزير وما أهل لغير الله به اللي تذبح لغير وجه الله، وأحل لنا كل الأشربة اللي تحب تشربها إلا المسكرات، ولم يغلق باب من المعاملات إلا فتح بابا في الحلال، كان حرم حاجة راه ثم حاجة تعوذها في الحلال. آدم عليه السلام وجد في الجنة هذا التحريم، قالوا رد بالك من الشجرة هذه، وتو نشوفوا أنه ما حرمها عليه ربي إلا ثم حكمة وجعلها درس لآدم عليه السلام، ولينا خطر إحنا باش نعيش مع آدم عليه السلام هذه التجربة التي نحمد الله عز وجل أن يسرها لنا. الآن عندنا سيدنا آدم تنبيه أن إبليس عدوه، وتحذير أن إبليس يحب يخرجك من الجنة، ونهي من أكل من الشجرة المحرمة. فماذا سيفعل آدم عليه السلام؟ لحظات نستمع إلى دعوات ثم نعود إلى آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات. إن أخطأنا أو نسينا فاغفر وارحم يا غفار. قصة آدم عليه السلام موجودة في جميع الأديان السماوية، والقرآن جاء يغربل القصة من الأسطورة والنقل الشفوي. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أوحاه إلى جبريل أمين الوحي ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتعهد الله خالق السماوات والأرض أن يحفظه حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد. لا تتغير فيه كلمة ولا جملة ولا حتى حرف، لأن الله عز وجل تعهد
بذلك. إذن القصة الحقيقية نتاع سيدنا آدم في الجنة تأخذها من القرآن الكريم، وثم تفاصيل زايدة ما ذكرهاش القرآن وباشتياق فيها اختلاف الأسبوع الغدوة إن شاء الله نشوفوها. أخذنا التفاصيل مما حقق علماء الأحاديث من كلام ثبت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة الآن وصلت إلى منعرج سيدنا آدم، سيمتحن أمام شجرة محرمة، هل يأكلها أم لا؟ سنعرف ذلك غدا إن شاء الله. ادخلوا صفحتنا في فيسبوك، ستجدون جداول فيها تفاصيل هذه القصة، تشوفوا أعمال الشيطان أيضا، نحط لكم عديد المعلومات. كذلك هذه الحلقات موجودة في يوتيوب، فشاهدوها واعطينا تعليقاتكم واعطينا اقتراحاتكم. الحلقة القادمة هل سنقول هل سيأكل آدم من الشجرة أم لا؟ طبيعي مش يأكل من الشجرة إن شاء الله. نعم إسماعيل، كل الناس يعرفون أن آدم عليه السلام أكل منها، لكن ممكن ما لا يعرفونه لماذا أكل منها، كيف أغراه الشيطان، كيف أقنعه، هذا ما سنراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. وعلى ذكر الزواج والسكن نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربي جد بالعمل على العاطلين ورخص أقوات المسلمين لأن هذه تسبق حتى نقول، وجد بأزواج صالحين على بنات المسلمين، ومن علينا بالأمن والأمان يا رحيم ويا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين. دمتم في حفظ الله، شاهي طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمت كل الأسماء علمت جنات المأوى أسكنت سجد لك الملك الأبرار إبليس عدوك نبهت أبرارك حتى أخرجت استكبر أقسم أن يسلم كل أبنائك في النار الشيطان.